السلام عليكم. إذا بنكمل بسلسلة الحالات السريرية لمادة الداخلية الهضمية وبنشوف أول حالة. امرأة عمرها 26 سنة أجت على العيادة بشكاية yellow discoloration of the eyes and dark urine for the past several days. يعني شكاية عينين في صفار بالعين يعني وبول داكن أو غامق اللون خلال الأيام العدة الماضية. ما عنده abdominal pain ألم بطني أنوركسيا قهم أو فقدان شهية والناجية غثيان ما في عنده أي واحدة من هدول ما في أي تاريخ مرضي مهم غير أنه بتعاني شوي mild خفيف يعني active vulgaris هو العد الشائع أو حب الشباب بلشت تاخد قبل أسبوعين oral contraceptives اللي هي موانع الحمل الفموية وبتاخد acetaminophen اللي هو الباراسيتامول اللي بنعرفه قيمة ما وجع راسه مو دائما أبوها الفاذر بيعاني من سكري و heart failure فشل القلب هي طالبة دكتورة doctoral students moved to the United States سافر لأمريكا من مصر قبل سنة إذا الحالة السريرية بسيطة ما في تفاصيل عمرها 26 سنة أجت بشكاية اصفرار في العينين وبول داكن بدون أي عرض تاني بدون أي تاريخ مرضي مهم تاريخ دوائي في عندي موانع حمل فموية والسيتامول والتاريخ العائلي كمان مو مهم بالسياق بنشوف التحاليل كان تحليل لوظائف الكبد طلع عليه البيليروبين 4.1 ومرتفع البيليروبين مرتفع بس انا ما بعرف على حساب المقترن او غير المقترن الالكالين فوسفاتاز طبيعي الاي اس سي والاي ال دي طبيعيين تحليل البول طلع عندي البيليروبين ايجابي واليوروبيلينوجين سلبي. عبال لي خلال بعد فحص يعني بعد استكمال الفحوصات سوينا خزعة للكبد للمريضة شفنا dark granular pigment in the hepatocyte شفنا في الخلايا الكبدية صبغة حبيبية داكنة اللون يعني في عندي نقط سوداء أو داكنة اللون جوا الخلايا الكبدية عم يسألني إيش هو السبب الأرجح لحالة المريضة قبل ما نقرأ الخيارات فينا نستنتج بطريقة سهلة جدا مع أنه هن ما خبرونا إذا ارتفاع البيليروبين كان على حساب المقترن أو غير المقترن فينا نستنتج مين هو أصلا عادة بالتحاليل يعني بخبرونا إذا على حساب unconjugated غير المقترن ولا المقترن لكن هم ما خبرونا لهدف يعني بيختبرونا يعني فمعلومة واحدة بس بتساعدنا هي أن البيليروبين غير المقترن غير منحل في الماء والبيليروبين المقترن منحل في الماء فأنا عند المريضة في عندي بيليروبين بالبول معناته ارتفاع البيليروبين على حساب المقترن لأنه إذا غير المقترن كان مرتفع رغم ارتفاعه ما كان رح يطلع بالبول لأنه لا ينحل بالماء بل بالعكس هو شديد الكره للماء غير المقترن فبمجرد وجوده بالبول هذا يعني الارتفاع على حساب البيليروبين المقترن هلا بنقرا الخيارات common bile duct obstruction انسداد القناة الصفراوية الجامعة decreased bilirubin glucuronidation يعني نحن مو بالكبد نعرف صيغة اقتران البيليروبين مع حمض الجلوكورونيد حمض الجلوكورونيك فانخفاض عمليات الاقتران drug induced liver injury أذية كبدية محدثة بالأدوية episodic intravascular hemolysis نوبات من انحلال الدم داخل الوعاء hepatic iron overload فرط حموضة بالحديد الكبد impaired hepatocyte bilirubin excretion يعني فشل او اضطراب في طرح البيليروبين من الخليه الكبديه ولا viral hepatocyte infection يعني هو التهاب خليه كبديه فيروسي الجواب راح يكون impaired hepatocyte bilirubin excretion اللي هو فرط او سوء في اطراح البيليروبين من الخليه الكبديه خلونا نشوف خوارزمية للتعامل مع حالات اللي بتمرق معنا حالات مشاكل البيليروبين إذا الخوارزمية للتعامل مع فرط البيليروبين اللي هو الهايبربيليروبينيميا عند البالغين أول شيء بسأل حالي ارتفاع البيليروبين على حساب المقترن ولا غير المقترن قلت أنا شلون بحس إذا مقترن ولا لا عن طريق الانحلال في البول إذا موجود بالبول معناته هو مقترن إذا غير مقترن هي ما هي حالتنا بفكر وقتها بفرط في إنتاج البيليروبين مثل انحلال الدم ممكن بفكر في
انخفاض او قبض البيلروبين، يعني البيلروبين ما عاد بيرجع للخليه الكبديه مثل بعض الادويه اللي بتثبط القبض، او مشاكل في اقران البيلروبين مع حمض الجلوكارونيك. فالمشكله انه ما مو مع مو انه عندي كثير بيلروبين، كميته كافيه متوسطه، لكن هل حتى الكميه الكافيه الصغيره الكبد ما بيحسن يحولها لبيلروبين مقترن؟ تمام. فهي بعض الامراض مشهور منها متلازمه جيلبير ومتلازمه كريغلر نجار. اذا هذول ثلاث اسباب راح ارجع اعيدهم لارتفاع البيلروبين غير المقترن: الانحلال الدموي او اي سبب يمنع اعاده القبض، وبعض الادويه اذا مر بسياق تجديد دواء بسكره، وهذا هو اقل سبب يعني اقل اهميه من بين الاثنين. الاهم هو انحلال الدم والمتلازمات الجينيه اللي بتسبب مشكله في الخليه الكبديه بتعيق قدرتها على اقران البيلروبين مع حمض الجلوكارونيك، مثل متلازمه جيلبرت، مثل متلازمه كريكلر نجار نمط اول نمط ثاني. هاي في حال كان ارتفاع لحساب البيلروبين غير المقترن. هاي ما هي حالتنا؟ حالتنا على ارتفاع البيلروبين المقترن. هون بيسالني طيب ايش وضع انزيمات الكبد؟ في عندي ثلاث حالات. اول حاله انزيمات الكبد مرتفعه، اي اس تي مرتفع، اي ال تي مرتفع، هاي كمان ما هي حالتنا. وقتها بقول لحالي معناتها المشكله من كبد بحد ذاته، مشكله موجوده بالمحطه اللي عم بوصل فيها البيلروبين المقترن، بس مع الاطراح ما بكون جيد لانه الكبد بحد ذاته مرضان لانه انزيماته مرتفعه، مثل التهاب الكبد فيروسي، التهاب كبد مناعي، تسمم الكبد او التهاب كبد محدث بالادويه، داء الصباغ الدموي، اقفار او التهاب كبد كحولي، اي شيء بيسوي اذيه مباشره للنسيج الكبدي رح يكون السبب. لا، الخيار الثاني انت يكون عندي الاي اس تي والاي ال تي والالكالين فوسفاتاز طبيعيين، هي حالتنا. فعندي خيارين هن متلازمه دوبن جونسون ومتلازمه روتر، هلا بنحكي عنهم. الخيار الثالث انه يكون عندي اي اس تي وال تي طبيعيين لكن الكالين فوسفاتاز او الفوسفاتاز القلويه مرتفع، فممكن يكون عندي ركود الصفراويه بسبب الحمل، ممكن يكون سبب خباثه مثل خباثات البنكرياس او خباثه مجل الفيتر او خباث في الطرق الصفراويه، ممكن يكون سبب تشمع صفراوي، ممكن يكون سبب تصلب الاقنيه الصفراوي، ممكن يكون سبب حصات قناه جامعه، كثير من الاسباب. اذا اسباب لها علاقه بالركود والانسداد، البيلروبين بده يطلع بس في شيء عم بسد طريقه. اذا برجع بعيد، اذا كان الاي اس تي والاي تي مرتفعه فهو سبب عم بسبب اذيه مباشره في النسيج الكبدي. اما اذا الاي اس تي طبيعي لكن الفوسفاتاز القليله مرتفعه فهو سبب يؤدي الى ركوده البيلروبين واعاقه مرور البيلروبين، اي نوع من الانسداد او الخباثات. اما اذا كان ثلاثه طبيعيين فهي متلازمه توبي جونسون او متلازمه روتر، يلي هي ضعف قدره الكبد، مثل ما قلنا هون ضعف قدره الكبد، ضعف قدره الخليه الكبديه على طرح البيلروبين. اذا لازم نحن دائما نضل ببالنا في الامراض او بالحالات اللي بنشوف فيها مشاكل بالبيلروبين، في عندي متلازمتين بسبب ارتفاع البيلروبين غير المقترن، هن متلازمه جيلبرت كاتبينها هون، وفي عندي متلازمه كريغلر نجار، وفي عندي متلازمتين بسبب ارتفاع البيلروبين المقترن، هن متلازمه دوبن جونسون ومتلازمه تروتر. هدول جيلبرت وكريغلر نجار بيعيقوا قدره الخليه الكبديه على ربط البيلروبين مع حمض الجلوكارونيك، فبيرتفع عندي البيلروبين غير المقترن لانه ما عم بيحسن يقترن. اما هون دوبن جونسون الروتر فهو بيعيق قدره الخليه الكبديه على طرح البيلروبين المقترن، فراح يرتفع عندي البيلروبين المقترن لانه ما عم بيحسن يطلع لبرا الخليه الكبديه. هذا بالفعل اللي صار عند مريضتنا. طيب مريضتنا عمرها 26 سنه، تمام، عمرها 26 سنه، ليش هلا بلشت عندها المشكله؟ ليش خلال 26 سنه الماضيه ما حست وما بتعرف اساسا انه معها هالمرض؟ نحن اخذنا لها قصه سريريه وما قالتنا معها هالمرض، ليش هيك؟ لانه عاده هالمرض بيكون خفيف، وخاصه جيلبرت او حتى ممكن دوبن جونسون كمان بيكون خفيف، اعراضه ما كثير ظاهره، رح يكون في شيء عندي حدث معين بزيد التوتر، بزيد الضغط على الجسم، بيؤدي لظهور الاعراض الاعراض الكبديه الطفيفه. ايش هي الشغلات؟ مثل عمليه جراحيه، مثل مرض شديد، مثل فينا نقول الحمل. في حالتنا موانع الحمل الفمويه، اذا بنتعلم انه موانع الحمل الفمويه هي من الادويه
اللي بتسبب ركود الصفراوي اكثر. فاذا المريضه او المريض، طبعا بحال ما انا حابب افهم، اذا المريضه عندها متلازمه جيلبير او متلازمه دوبن جونسون خفيه، ما عندها خبر اساسا انه معها متلازمه، ممكن هالدواء موانع الحمل الفموي يكون سبب انه تطلع الاعراض لاول مره بحياتها وتكتشف انه معها هالمرض. تمام. فاذا هي هي الحاله بشكل بسيط ومختصر. نتذكر طريقة استقلاب البيلروبين، إذا بعد تفكك الهيموغلوبين بيطلع لي بيلفردين، بيلفردين بيعطينا بيلروبين غير مقترن، بيدخل الخلية الكبدية بيرتبط مع حمض الجلوكارونيك بصير مقترن، بيروح المقترن للأمعاء، بالأمعاء بتنفك كمان، ترجع تنفك من الحمض الجلوكارونيك بصير بيلروبين لحاله، بتحول لاستيكروبيلين بينطرح عبر البراز، أو بتحول ليوروبيلينوجين بينطرح عبر البول. وأيضا القسم الأكبر منه راح يرجع للخلية الكبدية ويكون عندي دوران بابي صفراوي، دوران بابي صفراوي أو دوران كبدي معوي ممكن نقول له. إذا 95% من البيلروبين ما بكبر جسم، بس بكب 5%. حتى إذا هال 5% إذا سدد أو صار فيها مشكلة، فراح هال 5% راح تكون كفيلة إنه تطلع عندي أعراض مثل أعراض يرقان وأعراض الأذيات الكبدية. برجع بقول وجود البيلروبين في البول يدل على وجود تراكم للبيلروبين المقترن حصرا، لانه غير المقترن ما خرج يبين بالبول، ما بيطلع بالبول. تمام. اذا هي حالتنا ونشوف حاله جديده. رجل عمره 33 سنه، أجى على إسعاف بشكاية abdominal discomfort، عدم ارتياح بطني، غثيان، ناجة، ونوبتين من vomiting، نوبتين من الإقياء، تتضمن هالإقياء small amount of blood، كمية صغيرة من الدم خلال الساعات الماضية. الأعراض كلها بلشت اليوم الصبح، ما عنده أي تاريخ مرضي سابق ولا مرة بحياته صارت معه هالمشكلة من قبل. المريض كان عم يشرب كحول واستخدم كوكايين ايضا مع رفقاته امبارح المساء. اليوم صبح لما فاق كان معه تيربل هيديك، كان عباني من صداع شديد فظيع، فاخذ كم حبه اسبرين للتسكين يعني. الصداع تحسن، لكن بعد ما تحسن الصداع بلش تطلع عنده اعراض هضميه يلي هي السبب اللي خلته يجي لعنا، اعراض هضميه اللي هي غثيان والم بطني ونوبتين من الاقياء المدمه. المريض بيدخن علبة سيجاريت يوميا وبيشرب ايضا يوميا، بيشرب كحول يوميا. علامات الحيوية الطبيعية، فحص البطن بيورجيني مضض ألم شرسوفي خفيف، ما عندي أي كتل، أي مضض راجع، أي منعكس دفاع عضلي. عم بيسألني ايش هو السبب الأرجح لحدوث الإقياء الدموي عند هالمريض. الجواب راح يكون gastric mucosal erosion، اللي هو تنخر او تدهور او تشقق في مخاطيه المعده. عفوا نسيت نقرا الخيارات كلياتنا سوا. اذا اول خيار كان abnormal aortic communication، اتصال ابهري معوي شاذ اللي هو ناسور ابهري معوي، ولا dilated esophageal vessels اوعيه مرئيه متوسعه، ولا gastric mucosal erosion يعني التسحج، ممكن نقول ايضا تسحج في المخاطية المعدية، ولا heat stable enterotoxin ingestion يعني في عندي زيفان سم داخلي لا يتخرب الحرارة، pancreatic autodigestion injury يعني الأنزيمات البنكرياسية عم تهضم المعدة أو عم تهضم حالة البنكرياس عم يهضم حاله، ولا partial esophageal tear شق مريئي جزئي. فالسبب مثل ما قلنا كان التنخر أو التسحج في المخاطية المعدية. ليش؟ ايش السبب؟ السبب هو شيء بسيط لازم نربطه لحالنا. في عندي بعض العوامل التي تؤدي الى انخفاض قدرة المعدة على الدفاع عن حالها. نحن بنعرف المعدة فيها طبقة مخاطية تنتجه بالتحفيز من البروستاجلاندينات لتحمي حالها من الـ HCL، من الحمض الموجود داخل المعدة. بعض العوامل بتؤدي لانخفاض البروستاجلاندينات وبالتالي انخفاض انتاج المخاط في المعدة. ايش هو بعض العوامل؟ الاسبرين. الاسبرين بيخفف انتاج المخاط في المعدة وبالتالي يخفف قدرة المعدة على الدفاع عن حاله. بالاضافة للاسبرين في عندي مين؟ الكوكايين.
والمريض تبعنا أخذ كوكايين. الكوكايين يؤدي لتخبط الأوعية الموجودة في الجدران المخاطية وتحت المخاطية المعدية. فالكوكايين مع الأسبرين اثنيناتهم ضربوا وهددوا الطبقة الدفاعية للمعدة، وبالتالي صار في عندي تسحج وتدهور وأذية للمخاطية المعدية، لأنه ما بقى في عندي طبقة كافية من المخاط لا يحمي المعدة من الحمض الموجود جواتها. فهي حالة بسيطة جدا، لازم نخلي ببالنا شيء اسمه acute erosive gastropathy، اللي هو اعتلال المعدة التسحجي الحاد، أو ممكن أحيانا يكون نخري حاد حتى. فهو عبارة عن مرض بسبب شوي نزف بسيط، بحالات نادرة بتصير عن نزف خزير، وبيتظاهر مثل عند مريضنا بيتظاهر بإقياء دموي، لأن الدم اللي عم ينزف وين راح يروح؟ راح يروح غالبا يعني راح يرجع يطلع على شكل إقياء دموي. السبب هو عبارة عن عدة عوامل عم تجي ورا بعض عم بتسبب في إضعاف المقاومة والدفاع المعدي ضد الحموضة. من هالأسباب هو الأسبرين، يعني هو بخفف البروستاجلاندين وبالتالي بخفف إنتاج المخاط الواقي، والكوكايين يعني بسبب لي تقبض وتقلص وعائي، وبالتالي كمان بخفف قدرة المعدة على الدفاع عن الحالة. وأيضا ما ممكن نتجاهل الكحول، أيضا الكحول كمان بتؤدي لأذية مباشرة، الكحول يعني مادة مخرشة أيضا للمخاطي المعدية. فالعوامل كلها تساوت تراكمت في خلال عدة ساعات قصيرة، وبالتالي سببت في فقدان حاد لقدرة المعدة على الدفاع عن النسيج المعدي، وبالتالي هذا كان السبب بالنسبة لنا. بالنسبة للناسور مثلا، خلينا نناقش باقي الخيارات. الناسور الأبهري المعوي شيء خطير جدا، والنزف راح يكون ضخم ومهدد للحياة، هي حالة إسعافية شديدة عن المريض، مو لهالدرجة، حتى علاماته الحيوية كلها كانت طبيعية، فهالشيء مستبعد جدا. توسع الأوعية المريئية، يعني دوالي مري قصده، الدوالي المري بتصير عند مريض معه مشكلة كبدية مزمنة، مريضنا ما عنده هالمشكلة رغم أن المريض هو كحولي أو بيشرب كحول، لكن ما عندي أي دلائل على وجود مرض كبدي كحولي. بالنسبة للذيفان الداخلي، يعني الذيفان الداخلي بهالحالة أصلاً وجود جراثيم مثل الستافيلوكوكسس العقديات أو الباسيلس العصيات اللي بتفرز سموم لا تتفكك بالحرارة، هي بتصير في حالة التسمم الغذائي. التسمم الغذائي ممكن تساوي لي إقياء، حتى ممكن تساوي إسهال، لكن الإقياء ما راح يكون دموي، ما راح يكون في دم بالإقياء، مريضنا كان عنده إقياء دموي. بالنسبة لهضم البنكرياس أو إفراز شاز لأنزيمات البنكرياس، فممكن يكون سببه الكحول، لكن إذا عندي يعني صار في عندي التهاب بنكرياس حاد وسبب هالشيء، يعني أذية للنسيج البنكرياسي بسبب الأنزيمات البنكرياسية بحد ذاتها، فهالأمر ما راح يقتصر فقط على إقياء دموي، راح يكون في عندي ألم بطني شديد، والمريض يعني راح يجي وشيكاته الأساسية راح تكون غالبا الألم. فهذا الشيء كمان ما كتير بوجهني لمشكلة البنكرياس. وأيضا بالنسبة للشق المريئي الجزئي، فهي إذا بتتذكروا هي متلازمة مالوري وايس. متلازمة مالوري وايس عبارة إذا المريض عم يتقيأ vomiting مرتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، فمع الوقت راح يصير في عندي بالخاصة بالقسم السفلي من المري أيضا تسحج وأذية للمخاطيط وتحت مخاطيط المري بسبب تكرار حالات الإقياء. فمع الوقت أيضا مع الإقياء، حتى لو إقياء عم بيطلع من المعدة ما فيه دم، ولما عم بيطلع من المري والمري صار ضعيف بتتمزق المخاطيط بالمري وبتنزف، فبيطلع كأنه إقياء دموي، بس هو مو إقياء، عم بيجي الدم من المعدة، الدم عم بيجي من المري. هي اسمها متلازمة مالوري وايس، بتصير لما المريض عم يستفرغ عم يتقيأ كثير. عند المريض يتقيأ فقط مرتين ما يكافي عشان يصير عندي تمزق في مخاطيط المريء ويصير عندي متلازمة مالوري وايس، اكثر مرتين لازم يكون. وبالتالي كان اشع وافضل خيار هو تسحج او تدهور في مخاطيط المعدة. شوف حالة ثالثة، رجل عمره 44 سنة أجى على الإسعاف بشكل exertional dyspnea، يعني زلة تنفسية جهنية، abdominal distension تمدد بطني، تمدد أو انتفاخ بطني، and abdominal discomfort عدم ارتياح بطني. عنده تاريخ من alcohol abuse، يعني سوء استخدام الكحول، يعني مدمن كحول، هذا اللي شيء ممكن نستنتجه هو مدمن كحول. وأيضا عنده تاريخ من peptic ulcer disease، ده القرحة هضمية،
واكيوت بانكرياتيتس التهاب بنكرياس حاد. اصلا هدول الشغلتين مترافقات مع الناس الكحوليين. في زي الاكزام الفحص السريري لقيت في ديستند ابدومن، تمدد وتوسع في البطن with shifting dullness، الصميه متنقله. ايش لازم افكر بالصميه المتنقله؟ مباشره بفكر بالحبن السايتيز، الصميه متنقله هي حبن. وايضا عندي انكل اديما اللي هي وزمه كاحل. سوينا بزل تشخيصي، هاي هي النتائج. اذا مريض اجى على الاسعاف بشكايه ذله تنفسيه، تمدد بطني وعدم ارتياح بطني، هو مريض كحولي ومعه داء قرحة فطرية والتهاب بنكرياس حاد. بالفحص شفت في عنده حبن وعنده كمان وزمة في الكاحل. سويت بزل تشخيصي وهي مقاييس ومعايير النتائج اللي طلعت عني بسائل الحبن. هلا نحن ما أنا مطالبين في مستوانا انه نقدر نفسر ونحط تشخيص تفريقي اعتمادا على كل التحاليل اللي بتطلع من سائل الحبن، فقط عدد شغلات أساسية لازم ننتبه عليها. أهم شيء لازم ننتبه عليه هو الألبومين. ليش؟ هلأ بنشوف. الألبومين هو 2.5، وأيضا كمان لازم ننتبه على العادلات. مثل ما شفنا بالفيديو الماضي ممكن يصير في عندي التهاب ريتوان عفوي، فمعرفة القيم الطبيعية والشاذة للعادلات وبشكل عام كريات ميد هو مهم. والأميلاز أيضا إذا كان مرتفع ممكن يشير إلى انتقاب معوي وما إلى ذلك. جلوكوز كمان أحيانا ممكن يشير للأمراض، لكن اهم شيء اهم شيء هو الالبومين. ليش الالبومين اهم شيء؟ خلونا نشوف التحليل كمان عشان احكي ليش الالبومين اهم شيء. التحليل هو للمصل او للدم يعني. كالعاده شغلات نعرفها عندي الوظائف الكبديه اي اس تي اي ال تي طبيعيات، اللاكتات هيدروجينيز تقريبا طبيعي، الاميلاز كويس كلهم كويسين، جلوكوز شوي مرتفع يعني ما هو هالشيء اللي بنحكى عنه. البوتاسيوم صوديوم ماشي حالهم، الألبومين 3.8 كمان جيد، ما في عندي أي أثر لوجود أذية كبدية. طيب أنا ليش قلت الألبومين مهم؟ الألبومين مهم مشان أحسب شيء اسمه SAAG Serum Albumin Ascites Gradient، اللي هو مدروج ألبومين المصل ناقص ألبومين الحبن. فعندي ألبومين المصل 3.8 وألبومين الحبن هو 2.5، إذا طرحناهم بيطلع معي 1.3. بشو بفيدني هالرقم؟ اللي بفيدني لأعرف ايش هي السبب اللي انتج لي حبل، ليش عند المريض عنده حبل. فمثل ما قلنا بالفيديو الماضي اذا كان المدروج 1.1 او اكثر فالسبب هو فرط توتر في الدوران البابي، اذا كان اقل من 1.1 فالسبب هو جهازي مثل الخبثات مثل السلم مثل كذا. كل هذا نحن استنتجناه ونحن لسه ما قرينا السؤال. نرى السؤال عبالي ايش هو السبب الاشع او الارجح في الحبن عن المريض. Decreased liver synthetic activity، انخفاض في فعالية الكبد التصنيعية. Increased capillary hydrostatic pressure، ازدياد في الضغط السكوني المائي للشعيرات. Increased capillary permeability، ازدياد نفوذية الشعيرات. Increased glomerular filtration pressure، ازدياد في الضغط الرشح الكبيبي. ولا Primary hyperaldosteronism، ارتفاع الاستيرون اولي. والجواب راح يكون increased capillary hydrostatic pressure، ارتفاع في الضغط المائي السكوني في الشعيرات. وهذا الشيء نحن اللي قلنا مدروج بما انه هو اعلى من 1.1 فهو ارتفاع في التوتر البابي. ايش يعني ارتفاع التوتر البابي؟ يعني ارتفاع في التوتر المائي السكوني في الشعيرات اللي عم تاخذ من الدوران البابي. فنحن بنتعلم شويه صفات شغلات لازم نعرفها عن سائل الحبل. اللون احيانا بيوجهنا، مثلا اذا كان لونه مدمى احمر زهري ممكن يدل على وجود رض او خباثه او سل. اذا كان لونه حليبي فالحليب عبيتي من كيلوس ممكن افكر بتمزق معوي، انتخاب معوي. اذا كان لونه عكر ممكن افكر بالتهاب. واذا كان لونه يعني اصفر مثل لون الشعير يعني بفكر باسباب حميده. مثل ما قلت لكم العديلات لازم افكر فيها بالفيديو الماضي كمان قلنا اذا كانوا فوق ال 250 فبفكر بالتهاب البريتوان، كان التهاب البريتوان عفوي او ثانوي لشيء ثاني. بالنسبة للبروتين كلي كمان احيانا بفكر اذا 2.5 وما فوق ممكن افكر بقصور قلب احتقاني، بالتهاب تامور عاصر، بسل بسبب فطري. اذا كان تحت 2.5 بفكر بتشمع الكبد او متلازمه نفروزيه. اصلا هذول السببين بيسببوا انخفاض بروتين بالجسم كله. والمدروج اهم شيء المدروج مثل ما قلنا.
اعلى من 1.1 او اعلى منه فهذا يدل على فرط توتر بابي portal hypertension مثل مشكله قلبيه تشمع كبد متلازمه بعد كياري ان هي خثره في الوريد البابي. اذا اقل من 1.1 فهو حاله حبل بدون ارتفاع توتر بابي مثل السل مثل الخبثات مثل النقائل في البريتوان مشكله في البنكرياس ومتلازمه نفروزيه ايضا. فاذا متلازمه نفروزيه ممكن افكر فيها بسببين، يا انخفاض بروتين تحت 2.5 او انخفاض المدروج تحت 1.1. نحن هون مريضنا نرجع لتحاليل مريضنا، مريضنا كان عنده الالبومين 2.5 وتبع الحبل والالبومين تبع المصل 3.8 فالمدروج تبع 1.3 فالسبب هو ارتفاع في التوتر البابي. ليش قلنا البروتين 2.5 ولا تحت 2.5؟ لانه مين اصلا بروتين نسبة اكبر بروتين بالجسم هي الالبومين. مين بينتج الالبومين؟ الكبد. فاذا كان الالبومين منخفض تحت 2.5 يا يعني انه الكبد ما عم يحسن ينتج البروتين فهو تشمع كبد او اي فشل في الكبد، يا الكبد عم ينتج بروتين لكن عم تم اطراح مفرط للبروتين يعني هي متلازمة نفروزية. عشان هيك قلنا اذا عندي البروتين كلي تحت 2.5 فسبب يا كبدي يا كلوي، اذا كان فوق 2.5 فهدول بعض الاسباب اللي ذكرناها. اذا هيك نحسن في باقي الخيارات مثلا decrease liver synthetic activity انخفاض في قطعة الكبد التصنيعية، هلا نفيناها لانه الالبومين تبع المصل كان 3.8 نسبة ممتازة جدا لا يدل على اي نقص في قدرة الكبد على التصنيع. ازدياد في النفوذية الشعرية، زيادة النفوذية الشعرية هي بتوجهني اكثر للشيء الخبيث للخباثات وبالتالي لازم يكون عندي المدروج اقل من 1.1. ازدياد في الضغط الكوبيبي رشح الكوبيبي في الكلية يعني ازدياد في الرشح الكوبيبي ما بسبب هالشيء حبل اساسا يعني ما له علاقة بالحبل تمام. ايضا عندي ارتفاع الالدوستيرون الاولي، ارتفاع الالدوستيرون الاولي ما بيسبب حبل ايضا. ليش؟ لانه بنعرف الالدوستيرون بزيد السوائل بالجسم لكن في شيء عندي اسمه الالدوستيرون اسكيب ميكانيزم يعني آلية هروب الالدوستيرون، فالالدوستيرون هو بيزيد السوائل بالجسم بصير يعني حبل وزمات، لكن بنفس الوقت القلب بينتج شيء اسمه AMP اللي هو الهرمون المضاد للصوديوم فبصير يعني طرح للسوائل ايضا آليات ثانية كمان ما راح ندخل فيها هلا. فالنتيجة انه الالدوستيرون بالمحصلة لا يسبب ارتفاع السوائل وازدياد كمية السوائل بالجسم وبالتالي ارتفاع الالدوستيرون الاولي لا يؤدي الى الحبل بسبب آلية هروب الالدوستيرون. فاذا هذا الشيء اللي بهمنا من سائل الحبل لونه والمدروج تبعه والعدلات، هذا الشيء يعني الشغلات الاساسية لازم نعرف نقراها ولازم نعرف حتى تشخيص دقيق مناسب حسب الموجودات. إذا من حالة اليوم تعلمنا أن متلازمة دوبين جونسون هي من المتلازمات الوراثية الحميدة طبعا اللي بصير فيها ارتفاع في البيلوروبين المقترن، البيلوروبين المقترن وطبعا أحسب عن اليرقان مثل المتلازمة في عندي متلازمة روتر، وفي مثل ما قلنا عندي متلازمتين بسبب الارتفاع في البيلوروبين غير المقترن هي متلازمة كريجلان جار ومتلازمة جيلبرت. بالحالة الثانية شفنا الأكيوت جاستروبثي أو اعتلال المعدة الحاد راح يصير فيه افات نازفه شوي ممكن تتظاهر على شكل اقياء نسفي او اقياء دموي بسبب اقفاء يا اما اقفار في المعده او بسبب تعرض لعوامل مخرشه مثل الكحول والكوكايين والاسبرين اللي صارت على مريضنا. والحاله الثالثه شفنا انه المدروج تبع البومين المصل ناقص البومين الحبل هو معيار مهم جدا لتشخيص ومعرفه سبب وجود الحبل، اذا كان أكبر أو يساوي 1.1 فهذا يدل على ارتفاع التوتر البابي. هي حالتنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا ونشوفكم بجزء قادم إن شاء الله.